السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ هقول لكم النهارده على طريقه تنظيم درج التسريحه بطريقه سهله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الدرج فظيع جدا، كل حاجه في مكان. تيجي تدوري بقى على حاجه ما تلاقيهاش. المهم انا جبت كده، انا جبت سلة زي اللي انتم شايفينها دي، كانت الواحده ب15 جنيه، جبت وقتها 10. عملت الكل، وعملت الكوموجين والتسريحه والجزامه، الدرج بتاعت الجزامه زي ما شايفينها كده، كانت واحدة ب15 جنيه، جميلة جدا، وهي تركي ومتينة. وايه، وحطيت طبعا كل حاجة لوحدها في الدرج، عشان لما اجي اخد الحاجة الاقيها سهلة، ما تبقاش محيرانة. زي ما انتم شايفين كده، حطيت الحاجة كلها، كل حاجة لوحدها، يعني الادوية لوحدها والميك اب لوحده والكريمات. برضو حطيت الابرة والخيط والحاجات الخياطة يعني كلها لوحدها زي ما انتم شايفين كده، جميل جدا، منظمة وحلوة، ولما تاخد الحاجة تاخدها بسهولة. وبرده الباسكت دي كنت انا جبت منها برده كام واحدة، دي اتحطها كده على التسريحة، احط فيها البرفانات والميك اب والحاجات دي. ان شاء الله اكون فدتكم يا رب، وتستفادوا من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.